بداية بدنا نطفي كل الكهرباء اللي موجودة بالاستوديو ونحصل على مشهد أسود قاتم. هيك تمام. بعد ما نحصل على مشهد أسود بنضبط الضوء الرئيسي على الموديل. بهاي الحالة بنسميه كي لايت. إذا ملاحظين إنه الضوء كثير قوي، فإحنا بدنا نضبط إعدادات الكاميرا عبين ما يزبط إضاءة المشهد. هلا بدنا نحرك الضوء الرئيسي بيكون قدام الموديل أمامي وأعلى مني. طب قدامي بالضبط شو راح يصير؟ إذا بتلاحظوا هيك الستاند صار بينه وبين الكاميرا، هيك خرب علي. طب هذا الستاند كيف بدنا نحله هسا؟ نستخدم قطعة اكسسوارات خاصة، هلا بنفرجيكم شو بتعمل. فأنا هسا رفعت الإضاءة وخليتها قدامي وأعلى مني بالضبط، هيها قدامي تطلعوا شكل الظلال على وجهي، لكن الستاند مش بالنص. شو اللي صار؟ طيرنا الضوء؟ لا، استخدمنا ذراع خاصة بنحط على الستاندات وبنركب الضوء على آخرها. هاي ذراع بالإنجليزي بنسميها الإكستنشن آرم. فالإكستنشن آرم بسمح لنا نركب الضوء على طرفه ونخليه قدام الموديل من غير ما الستاند يعترض طريق الكاميرا ويغطي على الموديل. نيجي للمشكلة اللي بعدها. بالنسبة للإضاءة المشاهيرية، إضاءة جمالية، إحنا بدنا نبين معالم الوجه والظلال إلى آخره. فهدف الإضاءة اللي تكون أمامي وأعلى مني بتخلي ظلال الوجه لتحت، ظل الأنف لتحت، ظل الخدود لتحت. هذا النوع من الإضاءة بنطلق عليه اسم إضاءة الفراشة، أو بالإنجليزي butterfly lighting في عالم الفوتوغراف. ليش أطلق عليها اسم إضاءة الفراشة؟ بكل بساطة لأنه ظل الأنف لما ينزل لتحت بيبين على شكل فراشة. هي فكرتها. أنا ما بدي أركز على ظل الفراشة على شكل فراشة تحت ظل الأنف. أنا بدي تنتبه إنه ظلال الوجه، الخدود خصوصاً، كلها عم تنزل لتحت، عم تعطي كونتور طبيعي للوجه. لكن يلي المنظر لسه مش جميل، مش حلو. الفكرة هون إحنا بنستخدم إضاءة جداً حادة لأنه ضوء صغير زي ما هو. فالخطوة اللي بعدها اللي هو نخلي الضوء ناعم. كيف نخلي الضوء ناعم؟ عن طريق استخدام لايت موديفايرز مثل الأمبريلا أو السوفت بوكس. هلا بعد ما ركبنا السوفت بوكس لاحظوا إنه الإضاءة خفت. دائماً لما تنعم الإضاءة صحيح الظلال بتصير أنعم، لكن القوة بتقل. فشو الحل؟ عن طريق إعدادات الكاميرا. هاي الشغلة الثانية اللي هو نعدل إعدادات الكاميرا حسب إضاءة المشهد. الشغلة الثالثة وهذا الخطأ اللي بوقع فيه المعظم، لما بدك تستخدم إضاءة جمالية ناعمة للموديل يفضل قدر الإمكان تقرب مصدر الإضاءة من الموديل. فبهاي الحالة مصدر الإضاءة بعيد عني تقريبا مترين، فبدي أحاول أقربه لأكثر من سبب. أولهم لمعة في العين أو بنسميها الكاتش لايت بتكون أكبر فبتطلع أجمل. فهلا السوفت بوكس صار بعيد عني تقريبا 50 سنتي. شو اللي تغير؟ اللمعة في عيني صارت أكبر، فهيك بتعطي جمالية أكثر للعين. بس في عنا معضلة، بما أنه قربنا الضوء على الوجه هون الإكسبوجر أو إضاءة الوجه زادت، فبدأ حاول أن أقللها عن طريق الآيزو. ننتقل للخطوة اللي بعدها. بالنسبة للإضاءة اللي عم تعكس جوا عيني أو اللي سميناها الكاتش لايت، عم تعكس السوفت بوكس اللي هو عبارة عن مربع، وهذا الإشي شوي مش طبيعي للعين لأنه العين عبارة عن دوائر. فإذا بدنا نزيد الموضوع درجة زيادة بدنا نبدل السوفت بوكس المربع بلايت موديفاير ثاني دائري ألا وهو البارابوليك لايت. فاللي صار هسا أنه إحنا بدلنا السوفت بوكس المربع بإضاءة دائرية بالكامل، فالكاتش لايت أو اللمعة اللي جوا عيني راح تكون دائرة وبتكمل اللي هي دوائر العين الطبيعية. نكمل هلا على الخطوة اللي بعدها. في إضاءة المشاهير بدنا نطلع صورة جميلة جدا للعين. هلا بدنا نتحكم بالظلال زي الظل اللي تحت الرقبة عندي هون وظلال الأنف وظلال الوجه بشكل عام. بدنا نخفف هاي الظلال عن طريق ضوء ثاني أو اللي هو نستخدم العاكس، بهاي الحالة بنسميه ريفلكتر. فإحنا ممكن نستخدم العاكس مشان نخفف الظلال اللي موجودة تحت الرقبة أو ظلال الأنف والخدود. فبدي تشوفوا هاي المشهد من غير أي عاكس، طلعوا ظل رقبتي أسود قاتم، وهي مع عاكس. شوف شو راح يصير هلا، كيف عم بعكس إضاءة وعم بخفف الظلال اللي موجودة تحت رقبتي. اللمعة اللي بالعين صار في عندي اثنين كاتش لايت، صار في لمعتين بالعين دائريات، أو هذا شبه دائري تقريبا لأنه مش سطح مستوي بالكامل، فراح يطلع شوي لمعة غريبة بالعين، لكن هيك خففنا الظلال باستخدام العاكس. فهذا كمان الخيار اللي بعده اللي هو تستخدم عاكس، ويفضل الجهة السيلفر لأنه بتعطي لمعة بالعين جميلة جدا وتخفف الظلال بشكل ممتاز. بالنسبة لإضاءة المشاهير في كمان خطوة زيادة بالنسبة للعاكس، ألا وهو نستخدم عاكس شكله شوي مختلف عن الدائرة أو الرفلكتر اللي بنشوفه عادة بمعظم الاستوديوهات. هذا الرفلكتر نطلق عليه اسم يو رفلكتر لأنه منحني، شايفين الشكل تاعه كيف، أو بسموه آي لايتر رفلكتر لأنه هدفه مش بس يعطي انعكاس على داير الوجه من تحت، كمان يعطي لمعة بالعين كاتش لايت بتكون منحنية، بيعطيك هيك خط رفيع. فأنا بس بدي أثبته هون علي بحيث إنه الانعكاس يعطي على عيني، يعني أنا قادر أشوف بعيني إنه في ضوء، هي كاتش لايت كبير دائرة وفي خط منحني من تحت. بعد ما خلصنا موضوع العاكس أو البيل لايت، هلا بننتقل للخطوة اللي بعدها، ألا وهي نضيف إضاءة جمالية كمان على الموديل عن طريق تحديد حوافه أكثر، خصوصا إذا كان عنده خط الحنك مش زيي، أنا شوي مليان،
بس في ناس عندهم خط الحنكة كتير مبين ومحدد، هذا بنقدر نبرزه أكثر عن طريق نستخدم إضاءات وتكون ورا الموديل وبتضوي عليه. زي أنا الضوين اللي على يميني ويساري هون، بس أضويهم هسا شوف شو راح يصير، راح يبين عندي حواف الوجه، عندي الذقن أو الحنك هون، هذا الخط راح يبين أكثر، راح يتحدد أكثر، حواف الجسم، الطاقية، الشعر إذا كان أنا الشعر الموديل أسود، إذا ما كان لبس طاقية كمان بتحدد وبتبين حوافه أكثر. فهاي كمان خطوة زيادة منضيفها على الموديل. بهاي الحالة الإضاءات هاي بنسميها بالإنجليزي باك لايت. الباك لايت اللي هي الإضاءة بتكون ورا الموديل وبتضوي عليه، بتعطيه حواف على جسمه. هلا هاي الحواف نطلق عليها اسم ريم لايت. فبدنا نميز الفرق بين الريم لايت اللي هي الحواف البيض اللي على الجسم اللي بيسببها الباك لايت. فعادة المصورين بيستخدموا نفس المصطلح لنفس الشيء اللي هو الريم لايت او الباك لايت، لكن هاي كنت فهمت الفرق بينهم. فحتى نشوف الرمات لحالهم بدي اطفي الضوء الرئيسي اللي عندي الكي لايت، في شوية انعكاس من الرفلكتر بدي احاول اني الغيهم مشان اطلع انا تقريبا اسود. فتقريبا زي هيك. هلا انا عندي ارض الاستوديو، هذا خطا بسيط، ارض الاستوديو عندي رخام عم بيعكس، فلازم يكون موكيت اسود او في سجادة سوداء. وغير هيك حتى حيطان الاستوديو لازم تكون كمان سوداء، قماش مش مدهونة، هيك بنحط قماش عادي جدا لعزل الصوت ولعزل الإضاءة، لأنه من غيرهم هاي الحيط أبيض والأرض بيضة، أنا لسه في شوية تفاصيل مبينة، المفروض هذا يطلع أسود سك ما في أي تفاصيل. فهاي أخطاء بسيطة إن شاء الله راح أرجع أعدل على الاستوديو فيها لبعدين بالمستقبل، لكن بشكل مبدئي ما بتأثر كثير عندي على الصورة أنا بشكل خرافي، لأنه الكي لايت راح أصلا يضويني وتبين هاي التفاصيل. هلا بضل علينا اخر خطوه اللي هو نضوي الخلفيه اللي ورانا، نعطيها ضوء نسميه باك جراوند لايت اللي هي الاضاءه على الخلفيه. فهيك كمان اعطانا توهج او جلو وراي على الخلفيه، ممكن كمان نتلاعب فيه ونضيف له لون. فانا ممكن اضيف عليه اللون الاحمر هسه ونشوف كيف تطلع معنا النتيجه. فهاي هي النتيجه النهائيه هلا قدامكم. هو الباك جراوند لايت هو ضوء موجود على ستاند مخبى وراي وبضوي على الخلفيه، يعني هي انا محطوط وراي ضوي على الخلفيه. فنعمل مراجعه على السريع، بدايه بنطفي كل شيء موجود بالاستوديو، هذا بنلغيه بالكامل. بعدين نضوي الضوء الرئيسي الكي لايت، واتفقنا يكون قدام الموديل واعلى منه وعليه اضاءه ناعمه بارابوليك لايت دائريه بتعطي لمعه بالعين. ثانيا نستخدم العاكس بيكون تحت الموديل مشان يعطي فل لايت يخفف الظلال الموجوده تحت الرقبه وظلال الانف والاخره، وكمان يعطي لمعه جميله بالعين، يعطي كاتش لايت ثاني. وزدنا عليها اللي هو اضاءات الباك لايت اللي بتعطي حواف للموديل، بتعطي تحديد لوجهه. وختمناها باخر شيء بالباك جراوند لايت اللي بيعطي ضوء على الخلفيه، هيك بيعطي جلو توهج ورا الموديل، وممكن نضيف عليه لون مشان يعطي طابع للصوره. هاي تقريبا ملخص اضاءه المشاهير او السليبرتي ستايل فوتوغرافي. اتمنى اكون افدتكم بهذا الفيديو حبايبي. اذا عندكم اي اسئله، مصطلحات، معدات حابين نشرح عنها بالفيديوهات الجايه، بتقدروا تبعثوا لي على بروفايل الانستغرام والفيسبوك @li.hamati. تذكروا دائما انه كل شخص فيكم مبدع، لكن بطريقته الخاصه يا مبدعين. مع السلامه.